إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة كاميرا العيادية وقناة فوتوغراف العيادية على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي الجريدة الإلكترونية جديد أنفو، اليوم كنتواجدوا هنا بالفيريغو ديال التفاح فين كيتم تخزين ديال التفاح هنا بجماعة أمسمرير أو جماعة تلميع. المحصول ديال التفاح ديال هذا العام هذا تبارك الله عطى الله الخير، عطى الله الخير. غادي نحاول ما يمكن نشوفه الان، كتدخل واحد الحموله ديال او واحد لاشارج ديال التفاح كيتم دابا التفاح فوق هذه، من بعد كيهزوه بديك البارتيه هذيك البالا ولا ما عاد المهم ديك التريكتور ولا ما عرفت شنو هو ذاك العجب. انا معايا غير مع المصطلحات ديال التصوير. من تما كيدخلوه الفيريغو، نقربكم شويه من النوع ديال المنتوج ديال التفاح هو هذا تبارك الله على عين المنتوج ديال هذا العام تبارك الله ما شاء الله عطى الله الخير. غير فقط غير واحد القضيه خصكم تعرفوها، حاليا المنطقه ديال الجنوب الشرقي كله حاليا محتاج شي تساقطات مطريه غير الله يدري فيها الخير والسلامه والبركه. ترونسبور باش هزينو هو هذا ما شاء الله تبارك الله، عالي بيور تبارك الله ما كاينش السميه صراحه ما عرفتهاش ما شاء الله. بسم الله الله خير، وكيلا خدام بالضو ما سمعتهاش كاع انت دارتها مارش خير على بركه الله تبارك الله. الدري هذا حريفي مع راسو، واحد البركه اخرى ثانيه هنا ديال السيكور علينا الاخوان. تقريبا الفيريغو من الداخل هو هذا، والاجواء من الداخل هي هذه تبارك الله. الماتريال كله لينوكس ما شاء الله، الله يقبل العمل. سير على الله. كل شيء بالفاتري، ما كتسمعش الحس ما كاينش، ها كتسمعش الحس كما كيفاش الاخوان. غادي نبقى معكم مرحله دابا. هذه العمليه اللي كدار ليه على اساس يزير الصنادق غير من ناحيه السيكوريتي باش ربما ما يطيحوش. اخوانا غير فقط واحد المعلومه، هذا المحصول ديال التفاح هذا العام هذا في المسمرير تبارك الله وفي التلمي وفي النواحي عطى الله الخير تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. طريقه باش غادي يزير الصنادق باش غادي يطاشيو مزيان. عجيب هاد الالات عاود عجيب، كتكون مختص واحد الدومين تتشوف واحد الدومين اخر عجيب. هادي كدير ليها هاد الكوليه هادي على اساس باش يزيرها مزيان ويوطى عليها بهاد البنس هذا. سير على بركه الله. صافي هذا السلام عليكم. ها هو زير هادو غادي يزيد لهم واحد الصنطه اخرى. شحال من صندوق دابا كاين تما؟ شحال من صندوق كاين تقريبا؟ ها 35 35 صندوق دابا باقي غادي تعبر هادو ياك؟ شكون؟ تعبرهم بالكيلوات. دابا كاين لا كيلوات لا والو، باريطه وتمشي تدخل البيت ديريكت. باريطه ديريكت تدخل الفيريغو. مزيان. يزيد وراها واحد الصنطه اخرى باش يزيرها مزيان. من تما يهز هاد الباليطه هادي وهاد الصنادق يمشي يديهم ديريكت للفيريغو ويتسنى المنتوج تما، والفلاح ان شاء الله يضرب واحد من هنا تال امتى تال امتى، شهر واحد ولا شهر جوج عاد كيخرج هذا المحصول. المهم وقت ما بغى، المهم شهر ربعة الفيريغو صافي كيريض الفيريغو، كل واحد كيجي يخرج السلعه ديالو. والسلام عليكم. المعلومات الاخرين ديال الاثمنه ديال شحال كتحط في الفري باش كتحط في الفيريغو، الدري ان شاء الله راه جاي يقول لنا المعلومات بالتفصيل. مجموعه ذات النفع الاقتصادي واحد التفاح جماعتي مسمرير وتلمي. عجيب اللهم بارك. صراحه هاد المشاريع هادو اللي خاصين المنطقه، لما لا يكون مثلا فيريغو اخر مختص يعني بالتخزين ديال البطاطا
او التخزين ديال او التخزين ديال خزو مثلا او التخزين ديال جميع الخضر بانواعها باش حتى الاقتصاد منها حتى المواطن يجيه شويه على عين الشيفور اي ديال امارش على اساس يهز ديك الباليطه يمشي يدخلها للفيريكو. اللهم بارك سير على بركة الله. انت بسم الله وعلى بركة الله سير ديريكت لفيريكو كما قلت لكم غادي نبقى معكم ايطاب بار ايطاب. نورمالمون تعطلت شوية في الطريق كان وقع لي واحد لومبان وما كنت غادي نجي ونمشي للاخر ونمشي نيت الجنان نشوف الناس كتحيد ولكن حتى العمليه ديال الجني المحصول ديال التفاح ديال هذا العام تقريبا سالات او سالات نيت قول باقيين غير شي وحدين صافي اللي بقاو اييه هو داير شعل الضو الله أكبر أخيرا هالحمولة أو هالبوليطاني دخلت الفيريكو من الداخل هو هذا لهذا هكا كتكون يعني العملية ديال التخزين سالات ها يعني السلعة اللي كاينة هنا كل رقم يعني معروف به مولاه ها النمرة 196 مثلا ديال واحد النمرة 126 ديال واحد الفلاح آخر النمرة مثلا ثاني 4 ديال واحد الفلاح آخر تقريبا الفريق من الداخل هو هذا ما شاء الله تبارك الله كما قلت لكم نتمنى إن شاء الله لما لا يكونوا بحال هذه المشاريع هادو يتزادوا لما لا يتزاد ديال البطاطا وديال خزو ويتزاد ديال الزيتون لما لا باش الفلاح مسكين حتى هو يكون يعني خدام ويكون مروج الحركه. هذا هو نيت واحد الفيريكو اللي مستعمل يد راه فيه السلعه هذيك السلعه اللي شنا راه يلا داخله وهذا التفاح احمر هذا هذا راه عامر 100% الجودة ديال التفاح هي هادي مقدرش نوصلها هكا كاين شي تانيوت سوق عاود تانيوت ما عاود تانيوت تبارك الله ودي راه تبارك الله راه معروف التفاح ديال المنطقة معروف الجودة ديالو هاد الفريكو هذا عامر 100% كما قال هاد الأخ هذا الله يدير البركة في الجميع هذا حقا هذا أسيدي كاينين هنا 6 ديال لي شومبر فيهم 50,000 صندوق وكلهم عامرين 100% كما قال واحد الأخ من الأول الحمد لله المنتوج ديال هذا العام هذا تبارك الله عطى الله الخير الله يدير في البركة ويدير البركة للجميع هاي الفريق هو دست سيارة نتدنا رابعا التعاونيات الجماعات التلميذ من سمرير القيادة من سمرير سنة التعاونيات الجماعة التلميذ سنة التعاونيات الجماعة من سمرير سيارة إلا جيون تتصرف نويا إلي وين غدا تخا يعمر 100% 50,000 صندوق هادي شي الفريق التقييم لا تقيد نستر الشهر 8 اللي خشار كله تقيد والنيران كل شيء يقيد لا فلاح لا ولنا كل شيء يقيد المهم ما تمسمرير تفاح المسمرير هادي واش من صدا يا الثمن 27 درهم يا الصندوق شي الشهر 9 لا فن شهر 4 27 درهم باش تخلصت المهم كل شيء يستافد كل شيء ودك يقيد ولكن الا الطلب بزاف لا الطلب 200,000 صندوق هادي تقيد يلا داك تاسي 50,000 صندوق ناقصنا سنين مدني كلشي على حساب اللي ديتو شي 50,000 دار الصندوق المهم هو جانوري التقصاد معنا غير في الشطبان نهضوا انا وري لي المهم خويا نيسر سلاح تنس ولكن اذا غيضطر نسنات كور وري لي شي شويه لا الطلب بزاف الطلب تشرى 200,000 يلا 50,000 هادي التاسية الفريكو اما اذا شي فلاح اذا شي فلوقت لا يرو الى الفريكو من ديفاز الى الفريكو اه يفا شي جي سرتي الفريكو لا بدي عاود الثمن لا بدي عاود غير وري لي وانا وري قضيه الفريكو خصنا نسين نختشرى بعد على الاقل وري قضية الفريق وين مسمري كلوت وين لا وهي التلمي هي تي لا مسمري كلشي قيادة مسمري خمسة ولا قيادة ماشي الجماعة لا قيادة مسمري كلوت راه تيقضي وين الفريق ولا سين هكا
القياده في نساول. الاخوان غادي نحاول بامكان نترجم كما قال السيد. السيد سيدي قال لك التعاونيات اربعه ديال التعاونيات اللي كيسيروا هذا المشروع هذا وحده تثمين التفاح بجماعتي مسمرير وتلمي كيسيروا اربعه ديال التعاونيات. كاين طلب انه تحط 200 الف صندوق خوي وحاليا عامره 60 الف صندوق وتا واحد ما مقصي كلهم مستفدين والفلاح كيخلص 27 درهم من دابا حتى اللفان ديال شهر 4. اللفان ديال شهر 4 غادي يجي الفلاح غادي يهز المنتوج ديالو واكيد اكيد غادي يبيعو في السوق بالثمن وغادي يخلص هو 27 درهم للصندوق في هذه المده كلها. اكيد اكيد انه الفلاح غاتنفعو هذه القضيه هذه على عين. كنتمنى ان شاء الله. وقال لك في الاخر يعني هذا السيد هذا قال لك في الاخر قال لك القياده ديال المسمري كلها ما كافيهاش يعني واحد المشروع بحال هذا. قال لك خاصينها جوج ولا ثلاثه ديال المشاريع بحال هذو على اساس يلا يعني كاين طلب ديال الفلاح بزاف وكاين المنتوج خصوصا المنتوج ديال هذا العام هذا تبارك الله راه عطى الله الخير اللهم بارك علي. كان معكم المصوره محمد العادي من تلميذ ومسمري. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يدير البركه في الجميع.